لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد على قناتي. النهاردة هعمل لكم بسكوت حلو قوي وسهل جدا، خليط كده ما بين الكاكاو والفانيليا، هيعجبكم قوي ان شاء الله، وكمان ينفع للفطار او العشاء، حاجة كده خفيفة يعني. يلا بينا نروح نشوف الطريقة ايه. حبايبي معايا 3 كوبايات من الدقيق وعليهم رشة من الملح مش اكتر من كده، ومعايا كوباية من السمنة او الزبدة، ومعايا كوباية الا ربع من السكر الباودر، ومعايا بيضاية، ومعايا 2 معلقة من الكاكاو الخام ولازم يبقوا خام، ومعايا كيس كيكشف اللي هو كيس بيكنج باودر اهو، ويستحسن يكون كيكشف لانه بيبقى فيه محصن وبيخلي الحاجة حلوة قوي، ومعايا كيس فانيليا طبعا علشان البيض. هبتدي كده على طول، بس طبعا انا شغلت الفرن بتاعي يسخن على درجة حرارة 180 علشان على ما اخلص يعني البسكوت يكون خلاص كل حاجة جاهزة معايا والفرن يكون سخن. هجيب بس الدقيق كده على جنب، وهجيب الطبق اللي هعجن فيه. واول حاجة هعملها، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل الكوباية الا ربع سكر البودرة اهو، وعليه كوباية السمنة او كوباية الزبدة حسب المتاحة عندك. مش محتاج بقى مضرب كهرباء او حاجه، بالمضرب اليدوي ان شاء الله يبقى سهل قوي. هبتدي بقى اضرب السكر مع السمنه او مع الزبده بالشكل ده. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين، بصوا الخليط بقى ايه، ناعم كده وابيض معايا. هنزل بقى بالبيضه، بيضه واحده بس، وطبعا هنزل بالفانيليا على طول علشان الزفارة بتاعت البيض، وهضربهم برضو كده ايه مع بعض كويس اهو بالشكل ده. بصوا بقى سهل ازاي، مخدش معايا اي وقت خالص. شايفين الخليط يا بنات اهو، بعد بقى ما اتاكدت ان البيضه خلاص تمام اهي زي ما انتم شايفين اختفت معايا اهو، شايفين، هجيب بقى اركن على جنب واجيب الدقيق اللي عليه رشه الملح، واحط عليه كيس كيك شيف كله كيس كامل اهو، ما رضيتش احطه على دي انا موريه لكم عشان تعرفوا ان انا حطاه كله اهو تمام. وهقلب بقى المكونات الجافه دي كده مع بعض عشان البيكنج باودر يختلط معايا تمام. وبعد ما قلبت بقى الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح، هنزله كده على الخليط ده بتاع البيض والسمنه والسكر. وابتدي بقى اخلط العجينه دي كده مع بعضها، تبقى خليطه ايه، خليطه قصدي بتبقى بيبقى خليط إيه ناعم وشبه البيتيفور كده شويه. بعد ما لميت العجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هبتدي اقسمها كده بالنص، هاخد نص العجينه تقريبا كده اهي، عايزه بس ايه اخبطها كمان بس كده. خلاص خدت كده نص العجينه معايا، هطلعها كده في طبق، وهاخد النص ده كده مثلا اهو، وهحط عليه 2 معلقة الكاكاو، واعجنهم بقى كويس جدا بالكاكاو لغايه ما يبقى لونهم بني وحلو كده، والكاكاو يدخل ايه في كل العجينه. خلاص بعد ما دخلت الكاكاو في كل العجينه بالشكل ده،
فعندي نص بالشوكولاتة وعندي نص أبيض. هاخد بقى قطعة، هجيب أي صينية كده عندي واخد قطعة صغيرة بالشكل ده وأبتدي أشكلها كده، ألفها على كف إيدي بالشكل ده أهي. العجينة ناعمة جدا، خدوا بالكم أهي، ألفها دايرة بالشكل ده وأبتدي أرصها في الصينية أو في طبق بالشكل ده، واخد قطعة برضو من الكاكاو. بصوا أنا هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الشكل ده، يعني هعملها كلها كور كده وبعدين هشكل معاكم البسكوت. بدل ما اعمل بسكوتية بسكوتية واخد وقت، فانا هخلص كله والتشكيل بقى مش هياخد معايا اي وقت اهي. ودي كرة بالشوكولاتة هرصها جنبها، هخلص كل الكمية بنفس الطريقة، هعمل كله كور صغيرة بالشكل ده وبعدين هنشكل البسكوت مع بعض. بعد بقى ما شكلتهم كور بالشكل ده هبتدي اخد اربع كورتين من الابيض وكورتين من الشوكولاتة اهو، واجمعهم كده قدام بعض بالشكل ده اهو. بعد ما اجمعهم كده اهو بالشكل ده هبتدي بقى اضغط عليهم كده بالشكل ده اهو، اساوي بقى الشكل كده معايا اهو. طبعا الفرن سخن زي ما قلت لكم، واجيب بقى الصاج اللي هدخله الفرن او الصينيه واحط فيها ورق زبده، بيسهل يا جماعه الشغل جدا وبيريح كتير قوي. واخد تاني اهو 2 ابيض و2 شوكولاته اهو، هجمعهم كده اهو جنب بعض اهو بالشكل ده اهو، وبعدين كده شفتوا سهل خالص. ممكن بقى لو عندك اي شكل تاني شكلي، يعني براحتك خالص، انا اديكوا الفكرة وانتوا عيشوا بقى اهو بالشكل ده، وهرصه كده. بعدين هدخلهم بقى الفرن، خلي بالكم مش بياخدوا وقت خالص في الفرن، يعني من 10 ل 12 دقيقة مش اكتر على حسب نوع فرنك. هدخله على 180 او على درجة وسط، على الرف الوسطاني على الشبكة هحطهم، زي ما قلت لكم ما بياخدوش اي وقت، هدخلهم وما يخرجوا بقى هقدمه وارجعه. وده شكله حبايبي بعد ما خلص، عايزه اوريكم بتعرفوا ازاي ان هو استوى. بصوا اول ما تلاقوه اخد اللون ده كده من تحت، يبقى هو كده تمام استوى، ما بيلونش من فوق ولا حاجه زي ما انتوا شايفينه كده. واول ما بيخرج من الفرن بيبقى طري، يعني لو اتكيتي عليه كده بتحس ان هو لسه طري، فما تقلقوش خالص، طلعوه من الفرن وسيبوه 5 دقايق بس كده يتعرض للهواء، هتلاقوه ناشف شوية وبقى تمام ويتعاملوا معاه عادي خالص. هفتح لكم واحدة برضو وتشوفوها، بصوا ادي شكل البسكوتة من جوه، بجد ناعم وهش جدا وحلو قوي، عامل كده شبه البيتي فور زي ما قلت لكم بالظبط. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.